مساء الخير على حضراتكم ومساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم في يوم جديد وحلقه جديده من المحترف. حلقتنا النهارده يمكن الوقت يعني يا رب يسعفنا لان عندنا حاجات كتيره جدا جدا النهارده. هنتكلم على الدوري الانجليزي، الدوري الانجليزي يمكن الجوله اللي فاتت ولعبه الكراسي الموسيقيه بين ثلاثي القمه ما بين طبعا تشيلسي وفقدانه نقطه غاليه، كمان فوز ليفربول في الدقائق الاخيره، وكمان عندنا فريق يمكن المان يونايتد هنشوف عمل ايه مع رالف رانكينج طبعا المدير الفني الالماني الجديد للاداره الفنيه لفريق مانشستر يونايتد، وصراع الثلاثي زي ما بقول لحضراتكم تشيلسي ليفربول والمان سيتي. ده على مستوى البريمير ليج، كمان على مستوى الدوري الايطالي. الدوري الايطالي كمان مشتعل جدا بعد طبعا تعادل نابولي، وبقى الصراع مستمر بين الثلاثي القمه، بنتكلم على الانتر، بنتكلم على الميلان، بنتكلم على نابولي، وهنتكلم كمان مع حضراتكم على اليوفنتوس. اليوفنتوس كمان حاله خاصه جدا جدا في الدوري الايطالي، مش بس من الحاله الفنيه وكتيبه اليجري اللي طبعا يعني في حاله لا يرضى لها على المستوى الفني، لكن كمان على المستوى الاداري، على المستوى الاداري. ويمكن الاسبوع اللي فات كان في اقتحام من الشرطه الايطاليه على اليوفنتوس للتحقيقات في شبهات كثيره جدا جدا على مستوى الاعارات، على مستوى انتقالات اللعيبه، وفي ازمه كبيره جدا جدا في اليوفنتوس هنتابعها النهارده مع حضراتكم. كمان ما ننساش ان طبعا الجوله الفاصله للتشامبيونز ليج دوري الابطال اللي هتبدا بكره، هنتابع مع حضراتكم مين الفرق اللي عندها حظوظ الوصول الى طبعا الدور القادم دور الثمانيه، هنتابع دوت من خلال المحترف. وكمان عندنا حاجه مهمه جدا كمان النهارده، هنتكلم على منتخب مصر وكاس العرب في قطر 2022. طبعا يعني كان في من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كان في تضارب كبير جدا ما بين ما بعد مباراه المنتخب المصري امام لبنان وما بعد مباراه المنتخب المصري امام المنتخب السوداني والفوز بخماسيه. على مستوى تقييم طبعا كروش المدير الفني للمنتخب المصري حاف يعني لمده دقيقه بالظبط. من وجهه نظري الشخصيه ان مباراه السودان كان ليها مكاسب كتيره جدا جدا، مكاسب بس مش على مستوى الفني وعلى مستوى النتيجه، لكن كمان على مستوى اداره ملف المنتخب المصري. واضح جدا ان كروش جاي عايز يشتغل بشكل احترافي كبير جدا، وشايف من وجهه نظري من خلال المباراه، من خلال العناصر الجديده اللي بيدفع بيها كروش لهذه المباراه وبتدي مردود اكثر من رائع، ان الراجل ده عايز يعمل بلاننج، عايز يعمل يوسع قاعده الاختيارات بشكل كبير جدا جدا. البطوله ديت بالنسبه له اعتقد بطوله تحضيريه لما هو اهم. ما هو اهم هو طبعا البطوله الافريقيه، بطوله افريقيا القادمه، كمان ما هو اهم هو الصعود لكاس العالم 2022 والوصول للمباراه الفاصله مباراه النوك اوت. المنتخب المصري خلال الفتره اللي فاتت يمكن كان في يعني زي ما بقول لحضراتكم البعض متعارض او بيعارض يعني كروش من حيث الاداء في مباراه مصر ولبنان، من حيث اختيارات اللعيبه، لكن اعتقادي الشخصي ان كروش بيعمل باحترافيه كامله وبيحاول بقدر الامكان ان بيدي فرص كتيره جدا لاسماء وعناصر موجوده في الدوري المصري ما كانش حد مننا يفتكر ان هم هيكونوا على هذا المستوى الجيد في منتخب مصر. وخلينا نتكلم في كل دوت في الفقره الحواريه، لكن انا بقول لحضراتكم ان منتخب مصر ان شاء الله باذن الله يعني في خطوات جيده وعنده مباراه مهمه جدا امام المنتخب الجزائري، وطبعا كلنا منتظرين هذه المباراه، ولكن انا بحطها ما بين قوسين، مش هي دي المباراه اللي هنقيم عليها كروش. كروش شغال بخطه طويله الاجل، ان شاء الله كل التوفيق لطبعا منتخبنا الوطني. قبل ما نخش على الصحافه وقبل ما نتكلم على الصحافه العالميه قالت ايه، خلينا نتكلم مع حضراتكم في بعض النقاط السريعه جدا جدا اللي تخص الكره العالميه. نتكلم على كيليان مبابي، طبعا النجم الفرنسي الكبير ونجم باريس سان جيرمان، يمكن مش من دلوقتي، فترات طويله من خلال السنتين اللي فاتوا في غموض حوالين انتقال مبابي ورحيله عن باريس سان جيرمان. طبعا عارفين كلنا ان مبابي كان كله يعني يتمنى الانتقال للنادي الملكي، وان فعلا ريال مدريد من خلال السنتين اللي فاتوا كانوا بيحاولوا التعاقد مع هذا اللاعب الكبير مبابي اللاعب الفرنسي
طبعا وجوده في ريال مدريد. كمان على الجانب الاخر بابي كمان كان بيدي يعني كل شويه كده بيدي امال وطموحات انه هو من احلامه انه ينتقل لهذا النادي الكبير. خلينا نتكلم ان امبابي خلاص عقده خلاص هينتهي مع باريس سان جيرمان في الصيف القادم، يعني من حقه انه يوقع لاي نادي خلال الشهر الجاي، خلال يناير من حقه انه يوقع لاي نادي. ويمكن من خلال يعني مش هقول غموض، ولكن من خلال احاديث امبابي عن هذا الموضوع، يمكن هو قال انه بلغ اسرته بعد طبعا نهايه اليورو 2020 انه هينتقل وهيرحل عن باريس. الامور كمان خلال الفتره اللي جايه لغايه دلوقتي ما فيش تعاقد او ما فيش تجديد تعاقد من جانب باريس سان جيرمان لامبابي، لكن على المستوى الاداء هو بيحاول طبعا بيأدي. واحنا هنتكلم كمان على باريس سان جيرمان من خلال حلقتنا وعن الدوري الفرنسي وعن ميسي وعن اللي بيتكلم كمان ميسي بيتكلم عن طبعا بوكتينيو المدير الفني بطريقه يمكن غير احترافيه. لكن خلينا في امبابي ان هو في الفتره اللي جايه هو كمان من خلال اصدقائه بيقول ان هو سوف ينتقل الى نادي كبير. طبعا امبابي شارك الموسم ده مع باريس سان جيرمان في 21 مباراه، يعني سجل 9 اهداف من خلالها وصنع 13 هدف. طبعا امبابي اعتقد خلاص بقى قريب جدا من الانتقال الى النادي الملكي ريال مدريد. طيب نروح لالمانيا، وطبعا نادي لايبسج الالماني، نادي لايبسج النهارده اتفق مع مدربه الامريكي جيمس مارش على انهاء التعاون وطبعا رحيل هذا المدرب عن النادي بعد خساره، طبعا خساره لايبسج في مباراه الجمعه 2-1 امام يونيون برلين. طبعا النتيجه دي كانت نتيجه ثقيله، كانت النتيجه او الهزيمه الثالثه على التوالي لفريق لايبسج اللي يعني خلى الفريق بهذه النتيجه في نصف الترتيب في الدوري الالماني. وطبعا اكيد بعيد دلوقتي عن الفرق او عن المراكز المؤهله لدوري الابطال. نادي لايبسج قال ان مارش اللي كان طبعا يعني كان معزول في المباراه اللي فاتت عن الاستاد لانه عنده طبعا فيروس كورونا، يعني تم اطلاق طبعا سراحه فورا، وان المساعد اكيم بيلوزر ده هتولى مسؤوليه الفريق في المباراه القادمه في دوري الابطال يوم الثلاث بكره ان شاء الله امام المان سيتي. وعايز اقول لحضراتكم طبعا يمكن المدرب يمكن فريق لايبسج فريق كبير في النادي في البوندز ليجا، وطبعا رحيل المدرب الالماني نتيجه سوء النتائج، وان طبعا لايبسج من الفرق اللي كانت طبعا طموحاتها عندها امكانيات كبيره جدا جدا طبعا للوصول لمناطق طبعا التاهل للدوري الاوروبي والتشامبيونز ليج. لكن طبعا هنشوف الفتره اللي جايه طبعا فريق لايبسج هيوصل فين في البوندسليغا في نهايه المشوار. خلينا نتكلم عن كمان خبر غريب شويه، يعني خبر غريب يمكن فجرته صحيفه ليكيب الفرنسيه الشهيره، بتقول فيه ان النجم ليون ميسي لاعب باريس سان جيرمان بيشكك في القدرات التكتيكيه لبوكوتينيو المدير الفني لباريس سان جيرمان من خلال المباريات. الكيب قالت ان النهارده الاثنين ان بعض المقربين من ميسي نقلوا الشكوك ديت اللي عند ليون ميسي عن طبعا قدره بوكوتينيو التكتيكيه داخل المباريات، وانه لغايه دلوقتي يعني مش قادر يحط التشكيله المناسبه او مش قادر يحط الشكل المناسب التكتيكي لميسي على وجه الخصوص وخاصه على الوجه الهجومي وفريق باريس سان جيرمان. ما فيش شك ان فريق باريس سان جيرمان لو تبص كل العناصر الموجوده في كل الخطوط افضل الفرق على مستوى العالم ويضم افضل اللاعبين على مستوى العالم. ليون ميسي بيتكلم على التكتيك ان بوكوتينيو مش قادر يوصل لتكتيك يعني مناسب للنجوم ديت، وهو على سبيل المثال كلنا ملاحظين خلال الفتره اللي فاتت ان ليون ميسي ما بيأديش بنفس قدراته وبنفس امكانياته، وتحس ان هو مش مستريح في الملعب على المستوى التكتيك على مستوى التوظيف. وده اللي يمكن قاله ليون ميسي لبعض يعني الاقرباء منه، بيقول ان بوكوتينيو فقير تكتيكيا، يعني الراجل ما عندوش كرياتيفي، ما بيعرفش يوظف اللعيبه بشكل مناسب. فطبعا اكيد في توتر واضح جدا جدا، وده لاحظناه كمشاهدين من اداء ميسي مع باريس سان جيرمان، يمكن احرازه هدف واحد بس في طبعا الدوري الفرنسي، طبعا ما بيترجمش قدرات ميسي بشكل كبير اللي كنا بنشوفها اكيد مع برشلونه.
لسه عندنا كلام كتير جدا، لكن هنشوف كمان الصحف العالمية قالت ايه من خلال المحترف. يلا نبدأ جولتنا النهاردة في صحف العالم، ونبدأ من أسبانيا. جريدة ماركا الأسبانية ركزت طبعا على المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد، وكتبت عالي، يعني في مستوى عالي جدا طبعا لأنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد. كمان على مستوى أسبانيا بتكلم على لقاء أتلتيكو مدريد الحاسم في دوري أبطال أوروبا أمام بورتو، وكتبت أوبلاك وسواريز عنوان المعجزة في بورتو. طبعا سواريز طبعا المهاجم أتلتيكو مدريد في طبعا مجموعة صعبة جدا، لغاية دلوقتي لن يضمن التأهل أتلتيكو مدريد في هذه المجموعة، والصحيفة يمكن اهتمت بهذا الخبر. كمان اهتمت بفوز رايو فاليوكانو على إسبانيول 1-0 ده في الدوري الأسباني، وكتبت فاليوكانو بين الكبار. صحيفة سبورت الأسبانية ركزت على مباراة برشلونة وبايرن ميونخ الحاسمة طبعا في دوري أبطال أوروبا، وقد إيه حاجة الفريق الأسباني للفوز. الجريدة كتبت الحل هو ديمبلي. ديمبلي طبعا اللاعب الكبير، وكتبت سلاح هجومي أمام بايرن ميونخ. ديمبلي طبعا يمكن اشتهر شوية بالإصابات، ولكن طبعا كل الامال على ديمبلي في المباراه الفاصله امام طبعا العملاق البافاري بايرن ميونخ في تشامبيونز ليج اسبانيا، او على مستوى طبعا اسبانيا في تخوف كبير جدا طبعا، وعلى مستوى محبي برشلونه ان طبعا دايما مباراه بايرن ميونخ وبرشلونه بتكون فيها متعه كبيره جدا جدا، والخوف من تجربه 8-2 وعادتها مره ثانيه. لكن طبعا هنشوف من خلال التشامبيونز ليج هيعمل ايه برشلونه وحظوظه للوصول لدور الثمانيه. الصحيفه كمان تكلمت او تحدثت عن خطه برشلونه للتخلص من لاعبين طبعا قبل طبعا نهايه فتره التوقف الشتويه، وكتبت برشلونه يسابق الزمن للتخلص من لاعبين بعد اللقاء دوري الابطال. اتكلمي كمان عن كريم بنزيما اللي هيغيب عن ريال مدريد امام طبعا الانتر ميلان، وكتبت بنزيما يغيب امام الانتر. طيب صحيفه اس الاسبانيه ركزت الصحيفه ديت على الجوله الاخيره من طبعا دوري المجموعات بدوري ابطال اوروبا، حيث بتتلعب طبعا اربع فرق اسبانيه من اجل طبعا البقاء في المنافسه. الجريده كتبت حياه او موت، طبعا فياريال، برشلونه، اشبيليا واتلتيكو مدريد، مباريات بتتلعب من اجل الاستمرار في دوري ابطال اوروبا. طيب نروح طبعا نسيب اسبانيا ونروح لانجلترا، وخاصه طبعا جريده ذا صن الانجليزيه اللي اهتمت اكيد زي ما بقول لحضراتكم بفوز مانشستر يونايتد على كريستال بالاس بصعوبه 1-0 في اول لقاء للمدير الفني الالماني رالف رانكين، وكتبت يونايتد يعني متحدين، وطبعا كان فوز كبير وفوز مهم جدا للمان يونايتد. لسه مع حضراتكم في الصحف، ونروح لصحف فرنسا تحديدا ليكيب الفرنسيه اللي اهتمت طبعا بتعادل اولمبيك ليون امام بوردو 2-2، هزيمه سانت اتيان امام رين بنتيجه كبيره 5-0 في الدوري الفرنسي، وكتبت ليون المعتادة مستمرة، معاناة ليون مستمرة. طبعا فريق ليون من الفرق أيضا الكبيرة في فرنسا، ولكن يعاني بشكل كبير جدا هذا العام وهذا الموسم في الدوري الفرنسي. طيب صحف إيطاليا ركزت بقى، ونروح لصحيفة كوريا ديل سبورت، ركزت على فوز اليوفنتوس على جنوا 2-0 في الدوري الإيطالي، وكتبت يوفنتوس مع توتر الاعصاب. زي ما بقول لحضراتكم في يعني حاله من الجدل وحاله من القلق الشديده جدا جدا في اليوفنتوس على المستوى الفني وعلى المستوى الاداري. كمان اهتمت الصحيفه بالصراع زي ما بقول لحضراتكم على لقب الدوري الايطالي ما بين نابولي، ميلان والانتر، وكمان موجود اتلانتا كضلع في المربع الذهبي او مربع التنافس في الدوري الايطالي، ويمكن هي بتقول هو ده اللقب ما بين هذا الرباعي.
يعني زي ما بقول لحضراتكم طبعا هنخش بكل تفاصيل اللي بتكلم فيها مع حضراتكم. تفاصيل الدوري الايطالي هنتكلم عليها يعني بتمعن شويه، وخاصه ملف اليوفنتوس. هنتكلم كمان على الدوري الانجليزي. ما بقول لحضراتكم الجوله اللي فاتت كان فيها يمكن تبادل او الالعاب، يعني تبادل المراكز بالنسبه لليفربول، كان متاهل او كان على صداره الدوري، وبعدين تشيلسي وبعدين المان سيتي. يعني كانت جوله رائعه جدا جدا، تفوق فيها طبعا ليفربول وتفوق فيها المان سيتي وتعثر فيها تشيلسي. كمان هنتكلم على ملفات كتيره، لكن بعد الفاصل عندنا ضيف مهم جدا، عمر صبحي الناقد الرياضي على مستوى الكره العالميه هيكون معانا هنا في المحترف عشان نتكلم على منتخبنا، منتخبنا المصري في طبعا رحلته لقطر وكاس العرب، وكمان طموحاته على ان شاء الله الوصول لكاس العالم 2022. كل ده بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، بنستقبل مع حضراتكم ضيفنا النهارده في المحترف، يعني الناقد الرياضي المتالق عمر صبحي على مستوى طبعا يعني التحليل على الكره العالميه، مفيش افضل منه. هنتكلم فيه معاه مع ملفات كتيره جدا جدا. خلينا نتكلم ونرحب بيه طبعا ضيفنا النهارده. عمر مساء الخير عليك. اهلا بحضرتك كابتن، واهلا بكل جمهور النادي الاهلي، وشرف ليا الكلام اللي حضرتك منورنا منورنا دايما. بص عندنا ملفات كتيره جدا، عندنا ملفات طبعا كاس العرب، هنتكلم على تشامبيونز ليج، هنتكلم على الدوري الانجليزي والايطالي، لكن خلينا نعرف يمكن الاسبوع اللي فات كان ردود افعالك ايه من خلال وانت بتشاهد طبعا جائزه البالون دور لموسم 2021. البالون دور بعد يعني بعد اعلانها عن اول 10 لاعبين كافضل 10 لاعبين، حصلت ردود افعال مش في مصر بس ولكن في العالم كله. الناس ابتدت تتساءل ازاي محمد صلاح في المركز السابع، ليه رونالدو في المركز السادس، اشمعنى ميسي خدها، ازاي مش ليفاندوفسكي. خلينا نتكلم في حاجات، يعني بالون دور ليها شروط. في 173 صحفي بيصوتوا على البالون دور على افضل لاعب من كل انحاء العالم. الشروط بتاعت البالون دور اولها وهو الفوز بالبطولات القاريه او الفوز بالبطولات مع منتخب بلادك. تاني حاجه الفوز بالالقاب الفرديه. يعني ايه الفوز بالبطولات الدوليه؟ وهي ان انت تاخد اي لقب مع منتخب بلادك او اي لقب مع فريقك المحلي. تاني حاجه الفوز بالالقاب الفرديه دي زي ان انت تطلع هداف، تطلع احسن لاعب في بطوله ومختلف الحاجات دي، او تطلع احسن حارس في بطوله. ثالث حاجه وهو اللعب النظيف. رابع حاجه وهي مسيره اللاعب. يعني ايه مسيره اللاعب؟ اللي هو مثلا اللاعب ما ينفعش يكون اتهم بالعنصريه قبل كده، او لاعب اتهم مثلا بنشوف في اوروبا زي ميندي مثلا داخل السجن في حالات تعدي وحاجات زي كده، ما ينفعش يكون موجود عشان تحافظ الجائزه على قدسيتها شويه. خلينا نقول محمد صلاح في المركز السابع، وده اللي كل جمهور عايز يعرفه. محمد صلاح في المركز السابع وده لادائه بشكل فردي مع ليفربول، وهي ما بتحصلش نادرا لما بتحصل في الجائزه دي، وشفناها بس مثلا قبل كده مع ميسي. ولكن اللي قبل محمد صلاح واللي بعد محمد صلاح كلهم واخدين يا بطولات دوليه يا القاب فرديه على مستوى القاري. بالظبط، يعني مبابي في المركز العاشر واخد دوري الامم الاوروبيه مع منتخب فرنسا، دي بروين واخد دوري الانجليزي واحسن لاعب في انجلترا مع مانشستر سيتي، دوناروما في واخد كاس امم ايطاليا واحسن حارس في البطوله، كاس امم اوروبا واحسن حارس في البطوله مع منتخب ايطاليا. اللي بعديه كريستيانو رونالدو، وانا شفت ان يعني انا من وجهه نظري ان رونالدو ما ينفعش على المستوى الفردي يكون قبل محمد صلاح في المركز السادس ومحمد صلاح في المركز السابع، ولكن حتى رونالدو واخد هداف الدوري الايطالي واخد كاس ايطاليا مع منتخب بلاده. محمد صلاح ما خدش اي لقب فردي بسبب المشاكل الكبيره اللي كانت فيها ليفربول والنواقص الكتيره زي اصابه فان دايج اللي اثرت على الفريق واليسون اللي اثرت على الفريق. محمد صلاح خدها علشان هو العامل رقم واحد في ان ليفربول يتاهل لدوري ابطال اوروبا ويظهر بالشكل اللي هو ظهر عليه ده. اكيد، وطبعا في اعتقادي ويمكن كل الناس بتتكلم على مستوى محمد صلاح مع بدايه هذا السيزون، وبيأدي بشكل اكتر من رائع، هداف الدوري الانجليزي لغايه دلوقتي. اعتقادي كمان ان شاء الله مساهمه محمد صلاح مع اولادنا في الوصول لكاس العالم، هيبقى محمد صلاح هو المرشح الاقوى حظوظا ان شاء الله للحصول على هذه الجائزه العام ان شاء الله في العام اللي جاي. واعتقد ان صلاح في جائزه ذا بيست اللي هي بقى منظمه من الفيفا مش من فرانس فوتبول،
هيكون ليه حظوظ اكبر بكتير، لان زبيت معتمده يعني في تصويتها على اربع حاجات. الحاجات دي 25% للجماهير، ونفسي طبعا كل الجماهير المصريه والعربيه يصوتوا لمحمد صلاح عن طريق موقع الفيفا، 25% مدربين، وهنا هيكون عندنا سؤال كلنا لكارلوس كيروش، لان كريستيانو رونالدو مرشح مع محمد صلاح، وكارلوس كيروش درب كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال ودربه مع مانشستر يونايتد وكمان ابن بلده ابن البرتغال، فهل هيدي صوته رقم واحد لمحمد صلاح ولا كريستيانو رونالدو؟ 25% اللاعبين كباتن المنتخبات، وهنا هيكون عندنا ان محمد صلاح ما ينفعش يدي نفسه لان هو كابتن منتخب مصر، فنفسي ساعتها الاتحاد يخلي كابتن اخر زي عمرو السوليه مثلا. صحيح. هو اللي يكتب اسم محمد صلاح، ما يكونش محمد صلاح هو الكابتن. و25% صحفيين، نفسي ان محمد إن صلاح فيها، وكلنا طبعا نفسنا. اعتقد هو كمان يستحق محمد صلاح، حتى لما خدش البالندور اعتقد يكون من افضل اللاعبين على مستوى العالم. ان شاء الله محمد صلاح يعني يستمر، وكلنا امال مش في محمد صلاح بس، كمان في منتخبنا القومي ان شاء الله، اللي ظهر بصوره اكثر من رائعه امام المنتخب السوداني، انه باذن الله يكون طبعا موجود في المباراه النهائيه في البطوله الافريقيه، وكمان نسعد كلنا بوصوله كاس العالم 2022. هنخش على كاس العرب، وشفت البطوله ازاي، وشفت كمان مشوار المنتخب من خلال مبارياتي لبنان والاخيره مباراه السودان. خلينا نتكلم بشكل عام عن كاس العرب، وهو في الاول وفي الاخر زي بروفا لكاس العالم قطر 2022. كاس العالم يعني بيظهر فيه مبادئ، او بيظهر فيه كاس العرب بيظهر فيه مبادئ كنا كلنا محتاجين نشوفها، زي تدعيم الفولنتيرز المتطوعين في البطوله، وشفنا ملامح لفرق كتير. وكاس العرب عموما هو مفيد جدا لكل المنتخبات المشاركه فيه، وهو يعني بنلاقي مباريات كبيره جدا او مباريات كتيره جدا. في المباريات السابقه لكاس العرب كان فيها نديه، وحتى كاس العرب تحس كده ان هو فيه مستويين، مستوى فرق عالي ومستوى فرق اقل نوعا ما، وحتى الفرق الاقل نوعا ما دي بتستفيد جدا من كاس العرب، لان فريق زي السودان معاها في كاس امم افريقيا اللي هيبدا يوم 5 يناير يوم 9 يناير منتخب مصر ومنتخب نيجيريا وكمان منتخب غينيا بيساو، فهنا ده اكبر احتكاك ليها يقدر ياهلها ان هي تقدم مستوى نوعا ما احسن شويه في كاس امم افريقيا. بنشوف منتخبات كتير، وكاس العرب تحديدا تحس ان هو واخد صفوه الفرق في اسيا وصفوه الفرق في افريقيا وعامل لهم كاس، فعشان كده بنلاقي البطوله قويه نوعا ما، وكمان في نديه دايما في المنتخبات، وطبعا في تاثير ايجابي كمان، منتخبات عندها استقرار زي المنتخب السعودي، هيرفي رينارد بعت فريق الشباب. ما هو ده اللي حاخدك بقى، السؤال كان جاي في النقطه ديت، لان خلينا نتكلم اهداف منتخب مصر ايه، احنا عايزين ايه من كاس العرب. مفيش شك طبعا احنا اكيد كل بطوله عايزين نقدم فيها مستويات كويسه وناخد البطوله، ده طبيعي، لكن كمان الهدف الاكبر ايه من الاحتكاك والعمليه التحضيريه. وزي ما انت بتقول المنتخب السعودي يمكن يعني قريب جدا جدا من وصول لكاس العالم من خلال تصفيات اسيا، ولكن بيلعب بالفريق الثاني. هل تفتكر رؤيه كيروش، ويمكن ده اللي قلته في خلال الانترو، ان بياخد هذه المباريات تحضيريه علشان كمان يوسع قاعده الاختيارات فيما هو قادم فيما هو اهم؟ عندنا بطوله امم افريقيا، عندنا النوك اوت، مباراه فاصله في الوصول لكاس العالم. فهل انت شايف ان الجدل اللي حاصل حوالين فكر كروش والاختيارات وخطه اللعب وكل دوت هو نسيه تماما، ويشتغل في بلاننج هو حاطه بشكل مختلف، وعنده عايز يبني فريق، مش يبني فريق لمنتخب مصر، لكن عايز يبقى عندنا فريق اول وفريق ثاني وفريق ثالث، وده شفناه في منتخبات كبيره على مستوى مثلا اوروبا، شفناه في المانيا دلوقتي، منتخب المغرب عنده اكتر من منتخب، عند المنتخب السعودي بنشوفه بيلعب بالمنتخب الثاني. فانت رؤيتك ليه لاهداف كروش من البطوله ديت؟ الراجل تقريبا مش سامع، هو الراجل مش سامع حد في الاعلام، الراجل عنده خطه وعنده هدف وهو رايح عليه. كارلوس كيروش من النوعيه اللي هو بيحب العند، بيحب يسمع اللي هو ايه ده انت ازاي تعمل كده، هو بيحس ان هو كده منتشي وان هو كده واصل الصدمه، يعني دايما بيدينا صدمات هدفه يعني. هو كده مبسوط. لكن انا متفق معاه جدا في الحاجات اللي هو او الطريقه اللي هو ماشي عليها. اول حاجه كارلوس كيروش ماشي من يوم ما درب منتخب مصر 4-3-3 باختلاف الاسماء، باختلاف العناصر، باختلاف اللعيبه اللي بيوظفها في اماكن غير مكانها علشان
يفيد خطته اللي هي 4-3-3 ما اتغيرتش ولا مره. تاني حاجه، كارلوس كيروش عايز يكون عنده زي ما حضرتك قلت في بدايه الحلقه الفرايتي، عايز يكون عنده نوعيه اختيار اللاعبين، عايز يكون عنده اكتر من لعيب. قال هو ان ازاي عندي لعيب الاساسي يكون لاعب مثلا 200 مباراه دوليه واللعيب بتاعه الاحتياطي مش لاعب ولا مباراه دوليه. دايما عندنا في مصر يا كابتن معضله، معضله كبيره جدا في اللعيبه، يقول لك ما تاخد ده كويس اللعيب الفلاني ده كويس من فريق كذا، يقول لك لا اصله مش لاعب دولي. طب ما طب واللاعب الدولي، طب ما هو كويس، هيبقى لاعب دولي امتى بقى؟ هو هيبقى لاعب دولي في الفتره دي، هيبقى لاعب دولي في البطولات زي بتاعه كاس العرب دي، وكمان عشان الجداول دايما مضغوطه في افريقيا، فانت ما عندكش البطولات اللي تقدر تجرب فيها، ما عندكش البطولات اللي تقدر تقدم فيها لعيبه. مع ان يعني برضه عمر معلش مش هقطع كلامك سنه، ان احنا كان عندنا فرصه كويسه ان احنا نعمل فريق ثاني وثالث من خلال عندنا منتخب اولمبي، وكمان كان عندنا فرصه لمنتخب المحليين. خلي بالك بطولة منتخب المحليين يمكن في 2018 كنت متواجد فيها، وكان الغرض منها اللي انت بتتكلم عليه دلوقتي، ان بتدي فرص على المستوى لو عندك كم هائل من اللاعبين المميزين والمحترفين في منتخب الاول، فانت كمان لازم ولادك يشتغلوا وياخدوا محطات دولية زي ما عايز بالظبط كروش، يبقى عندك عدد كبير من اللعيبة المحترفة واللعيبة الجاهزة، لكن كمان البديل والصف الثاني لازم يكون عنده خبرات دوليه. اكيد، والدليل على كلامك كابتن يعني كروش من 22 لعيب معاه في القايمه استخدم 18 لعيب، في لعيب واحد ما استخدموش اللي هو محمد عبد المنعم لاعب فيوتشر المدافع، واثنين لعيبه اللي هو جاده محمد صبحي بدائل الشناوي. ماشي، استخدم الشناوي، احمد فتوح، اكرم توفيق، الونشي، السليه، حمدي فتحي، مصطفى فتحي، قفشه، محمد شريف، مروان حمدي، عمر كمال، احمد رفعت، ايمن اشرف، مهند لاشين، اسامه فيصل، زيزو، حسين فيصل، مروان مراد. يعني هو بيقول ان انا هستخدم كل القاعده اللي عندي. يعني مثلا منتخب الجزائر رايح بفريق المحليين زي ما انت حضرتك بتقول، ولكن غير بس في التشكيله الاساسيه ثلاث لعيبه والرئيس الملح حارس المرمى عن المباراه الاولى، ده في مباراه لبنان عن المباراه الاولى ضد السودان، بيخلي عنده فرايتي. فهو المؤكد اللي حضرتك بتقوله ده ان هو يكون عنده لعيبه ويستخدم كل اللعيبه ويدي كل اللعيبه الخبرات الدوليه، في ان هو فعلا استخدم 18 لعيب من 22 ولسه ده تاني ماتش في البطوله. صحيح، وعنده الماتش الجاي ماتش الجزائر، ماتش مهم جدا، ولكن هو حتى كروش تفكيره ان هو انا اللعيبه اللي عندي دي لازم اهلها ان هي تكون لعيبه دوليه، بس ما ينفعش اهلها ان هي تكون لعيبه دوليه بان انا اروح عشان اخسر او ان انا اروح عشان ما اخدش البطوله، لان اللعيب الدولي هو ده الميزان. بالزبط. هو ده الميزان، ازاي احنا كمان نكون عندنا لاعبين او عندنا يعني توسيع قاعده اللاعبين الدوليين، فلازم في وقت من الاوقات لازم اللعيبه تشارك على المستوى الدولي. طب العلاقه ما بين انك بتشارك لعيبه جديده اول مره على المستوى الدولي، انك كمان مش عايز تخسر، فدي نقطه مهمه جدا جدا اعتقد هنناقشها طبعا مع عمر، لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. عمر، مباراه الجزائر ان شاء الله بكره مع المنتخب المصري، دايما لما تقول مصر والجزائر بيبقى فيها المباراه ليها تقل، هل تفتكر هذه المباراة أو المباراة دي برضو الجهاز الفني بيشوفها بعين مختلفة؟ هل بيشوفها بعين أولا لسه طبعا في تصريح من كروش أن مجدي قفشة مش جاهز 100% وبالتالي مش هيشارك في المباراة، أنت بالنسبة لك شايف دي المباراة إزاي؟ بعض الناس بتقول ده الاختبار الحقيقي لكروش ونشوف اللعيبة، وأنت شايفها إزاي المباراة دي؟ يعني زي ما يكون اتكتب علينا احنا والجزائر ما ينفعش نلعب ماتش عادي كده، اللي هو نروح نلعب عادي، لازم مباراه تكون مفصليه في كل حاجه، مباراه مفصليه لكروش بالنسبه للناس ومباراه بس مش بالنسبه له هو لا فارق معاه، هو عايز يكسب الماتش علشان يواجه منتخب يطلع تصنيف اللي هو في المركز الاول، فما يواجهش المغرب، ممكن يواجه الاردن، ممكن تكون في المركز الثاني، ولكن مباريات الجزائر دايما دايما فيها لازم ان هي تكون حاجه مفصليه. يعني مثلا الجزائر كلنا يعني الجزائر ومصر 6 نقط، والجزائر ومصر مسجلين 6 اهداف، والجزائر في مصر لم يدخل شبابكم اي هدف، والجزائر ومصر الثلاثه يعني واخدين 3 انذارات وثلاث انذارات في الفير بلاي، فمتعادلين في كل حاجه، فالماتش ده لو طلع تعادل وحتى في الانذارات هيبقى فيه حتى قرعه، يعني مش هينفع ما حتى التصنيف الاول او الثاني هيتاخد بالقرعه. اعتقادي الشخصي ان كارلوس كيروش هياخد المباراه على محمل الجد، ان هو ما ينفعش يخسر وما ينفعش يكون في المركز الثاني مع بعد الجزائر، وهيعتمد على عناصر اساسيه بشكل
كامل علشان يعدي من منتخب الجزائر، لان المباراه دي تحديدا يا هتوصله النهائي يا هتخليه يقابل مشكله كبيره جدا في دور الثمانيه. صحيح. وكارلوس كيروش من نوعيه اللي هو انا ما ينفعش اخسر، انا ممكن اجرب في ماتش، ممكن ادي اللعيبه خبرات كبيره، بس ما ينفعش اخسر ولازم اقدم احسن اداء عندي. وشفنا العقليه الالمانيه كابتن، او العقليه الصبغه الالمانيه وشخصية كارلوس كيروش حتى في الدقيقة 80 وهو بيلعب السودان ومتقدم بخمس أهداف مقابل صفر، ولكن بيضغط على اللعيبة ان هم يضغطوا علشان يمتلكوا الكورة ويضغطوا علشان يسجلوا، ودي العقلية اللي ما ينفعش تخسر ولا ماتش عموما. فأعتقد ان كارلوس كيروش هيخش. مفيش هي طبعا انت بتتكلم على عقليه برتغاليه، عقليه عامه عقليه الاوروبيين كده، وخاصه يمكن الالمان عندهم هذه الثقافه بشكل كبير، هم اشتهروا بها الالمان يعني. هم الالمان متميزين بكده، ولكن هو دلوقتي بقى في اعتقادي الشخصي جوزيه كان كده من خلال النادي الاهلي، انه كان في بعض الاحيان كان زعلان من اللعيبه ان هم كسبوا 4 و5 بس، فكان لان عندنا فرصه. لكن كمان خلينا فريق الاعداد محضر لنا كمان مشوار او مقارنه ما بين المشوار المنتخب المصري ومنتخب الجزائر في كاس العرب، من خلالها كمان نقدر نشوف زي ما انت قلت المواجهات دايما ما بين مصر والجزائر، مباريات قويه جدا. ده مشوار الفريقين طبعا يعني متكافئ في كل حاجه، وده يعني صدفه غريبه جدا جدا، عدد المباريات والفوز والهزيمه والتعادل والنقاط واللي ليه واللي عليه، يعني ما بتحصلش كتير ان التساوي في كل حاجه حتى على مستوى الفير بلاي. فالاهداف طبعا واضحه جدا ان احنا عايزين نكون على قمه المجموعه، ما فيش شك. فالمباراه رحل سكه ان شاء الله، لو ربنا كرمنا ان شاء الله نكسب يعني هنكون على قمه المجموعه، تعادل. وكمان خلي بالك هيكون في بعض التعليمات لكروش من الانذارات، لان الانذارات كمان هيكون ليها واقع في تحديد المراكز. يعني لو النتيجه خرجت 0-0 وكان لا قدر الله عندنا 2 لعيبه خدوا انذارات، ممكن بالتالي احنا هنكون في المرتبه الثانيه، لان هم يعني هم واخدين طرد، بس الطرد ده عشان خدوه على انذارين. صحيح. هم محسوب ان هم 3 انذارات زي منتخب مصر. حتى كابتن التساوي كمان في عدد العناصر اللي حضروا مباريات المنتخب الوطني مع منتخب الجزائر قبل كده، يعني منتخب الجزائر ما فيش عناصر فيه حضرت او لعبت المنتخب الوطني المصري غير مجيد بوجره المدير الفني لمنتخب الجزائر المدافع، وقدامه وائل جمعه مدير المنتخب الوطني المدافع. يعني فاهمني، صدفه غريبه جدا. طب تعالى، انت كنت بتقول ان كيروش هيلعب بالشكل الاساسي وباللعب الاساسيه، لغايه دلوقتي من خلال ما فيش تشكيل اساسي بالنسبه لمشوار كروش مع المنتخب. خلينا نتعرف على يمكن التشكيلات اللي بدا بيها كروش بدايه من مباراه لبنان وبعدين مباراه السودان، ونشوف مع عمر ايه التخيلات او ايه السيناريو اللي ممكن نشوفه في مباراه بكره امام المنتخب الجزائر. نشوف منتخب مصر بدا طبعا مباراه لبنان طبعا بالشناوي في حراسه المرمى، اكرم توفيق، احمد حجازي، الونش، فتوح، عمرو السوليه، أفشة، حمدي فتحي، محمد شريف، مروان حمدي، ومصطفى فتحي. كان في بعض الناس بتتكلم، وهسالك على الجزئيه ديت. اولا وجود او عنصر أفشة كراجل بيلعب 10 ده افضل احواله، وازاي ان نجح كمان أفشة انه يلعب في هذا المركز، ان وارد جدا ان كمان أفشة يكون ليه دور على المستوى، على مستوى الهجوم وعلى مستوى الدفاع. أفشة 4-2-3-1 غير مهمات أفشة في 4-2-3-1. أفشة زي ما احنا شايفين كده هو بيتقدم في الحاله الهجوميه، عمرو الكسوليه بيبقى قدام كمان شويه جنبه، وبيبقى في 2 ارتكاز. حمدي فتحي هو اللي دايما بيقوم بالحاله الدفاعيه، بيغطي الجنبين، يبقى حمدي فتحي قدام الثنائي محمود حمدي الونش وقدام حجازي، وكمان بينطلق احمد فتوح، بينطلق اكرم توفيق، وبالتالي بيكون في كثافه عدديه مناسبه جدا. يعني احمد فتوح دايما من المدافعين المتقدمين، بيأدي بشكل جيد جدا، مع كمان تقدم مع الحجازي، مع تقدم كمان الونش، وتأمين من عمرو السوليه ومحمد فتحي. لكن هو دايما السؤال، هل محمد شريف، وده السؤال المطروح، هل محمد شريف يكون على المستوى التارجت او على مستوى راس الحربه هو الافضل؟ يعني دخول محمد شريف في كراس حربه، ومروان حمدي ممكن يكون على دكه البدلاء ويكون على الجانب الاخر، ممكن يكون مثلا يكون مصطفى فتحي او زيزو او او او. فالسؤال هنا الاولاني،
ده منتخب، ده شكل منتخبنا اللي لعب امام منتخب الليبي. من بعد المباراه ديت السؤال وكل الناس بتسال، هل مركز راس الحربه هو ان مروان حمدي هو الافضل في هذا المركز، ولا لازم نشوف محمد شريف من بدايه مباراه هو في مركز رقم 9؟ هو كده كده بالنسبه لكروش وبالنسبه للاثنين اللاعبين مروان حمدي ومحمد شريف، وبالنسبه لمشاركتهم في الدوري المصري، كده كده محمد شريف الافضل. الافضل طبعا. بس الراجل بيطلع من محمد شريف اللي هو ممكن يحتاجه منه بعد كده، وبيطلع من مروان حمدي اللي هو ممكن يحتاجه منه بعد كده. علشان كده شفنا محمد شريف بيشارك على الوينج. ليه؟ لان هو مركزه في رقم 9 فولس ناين، او مركز راس الحربة الصريح. ده هو كده كده محمد شريف بيأدي بشكل كويس جدا جدا فيه. ولكن هو دلوقتي حاليا في بطولة تجريبية، بالنسبة له بطولة تجريبية عايز يكسبها، بس عايز يجرب فيها. تقدر تقول انه عمل نفس القصة مع مجدي قفشة. هو مطمن مجدي قفشة 10، ما عندناش مشكلة يوم ما نلعب 4-2-3-1، هو عارف مهامه بالزبط. فممكن يكون بيأهل. طب احنا بنلعب 4-3-3 بيدي قفشة السيناريو او بيديله الاحساس بالمكان انه يلعب في وسط الملعب بشكل 8 و10 في نفس الوقت. بالظبط، بيطلع من قفشه الحته دي. ولو ما كناش شفنا ان هو لازم يطلع من اللعيبه اللي هو بيغير لهم الاماكن علشان يبتدوا يتاقلموا على الاماكن ده ويطلع احسن حاجه فيهم، كنا هنواجه مشكله كبيره جدا بعدم وجود محمد مجدي قفشه بكره في مباراه الجزائر، لانه اعلن من شويه في المؤتمر الصحفي ان قفشه مصاب وغير جاهز بنسبه 100%. ففي الحاله دي هيشارك. هو خلينا بقى نشوف، هنفكر انا وانت والساده المشاهدين ايه السيناريو وايه توقعاتنا للتشكيل بكره. لكن خلينا نتكلم على قبل ما هوريك تشكيله منتخب مصر امام السودان. انت كنت تتوقع مباراه السودان هيكون فيها تغيير على مستوى الافراد وعلى مستوى البوزيشن؟ يعني كنت تتوقع دخول عناصر جديده؟ بصراحه توقعت تغيير على مستوى اللاعبين، بس البوزيشنز ان هو غير معظم الاماكن وحط عمر كمال عبد الواحد باك وحط ايمن اشرف في نص الملعب. تعالى انا وانت نشوف تشكيل منتخب مصر امام المنتخب السوداني. ويمكن كروش كان عمل مفاجات بصراحه في التشكيلات ديت، لان ما كانش حد يتوقع اولا ان ايمن اشرف يلعب في وسط الملعب. طبعا بدا بالشناوي، عمر كمال عبد الواحد كباك يمين، وده برضو بوزيشن جديد على عمر. حجازي والوينش في البوزيشن بتاعهم، وفتوح كذلك. عمرو السوليه على شماله، وده برضو مركز اول مره نشوف ايمن اشرف بيلعب في مركز وسط الملعب ناحيه شمال عمرو السوليه. حسين فيصل وهكلمك عليه، لان حسين كان عنده مهام ممتازه. حسين فيصل طبعا كوسط ملعب رقم 8، و بنتكلم على الثلاثي الهجوم زيزو مروان واحمد رفعت. لكن هكلمك على حسين. اولا التوقع غير، يعني كان غير متوقع هذا التشكيل. عمر كمال باك يمين، احنا شفناه طبعا مع النادي المصري بيلعب وينج جناح ايمن وساعات جناح ايسر وساعات بيلعب راس حربه. فانت شايف التشكيله ادت بشكل ايجابي على حسب البوزيشن وحسب اللاعبين؟ كلمني على عمر كمال عبد الواحد وحسين فيصل. بالنسبه لعمر كمال عبد الواحد، هو اصلا عنده مشكله في الباك. يعني هو من وجهه نظر ان هو عنده مشكله في الباك، وحتى بيشارك فيه اكرم توفيق اللي هو اصلا مكانه نص ملعب، بس هو بيشارك كمان مع النادي الاهلي في نفس البوزيشن. وكمان جايب احمد فتحي ما شاء الله عنده 34 سنه، ولكن هو افضل واحد ممكن يعمل الحته دي مع المنتخب الوطني، في قصدي في التشكيله الاساسيه، يعني في 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 المباريات الرسميه. فهو شايف ان عمر كمال عبد الواحد هو جناح ايمن، ولكن هو ممكن يعمل حته الباك دي بالارتداد بتاعه، وكمان ان عنده حجازي وعمرو السوليه او النني ممكن يغطوا ناحيته في المباراه الرسميه يعني، فممكن يستفيد منه بشكل كبير جدا على الجانب الايمن. الراجل الثاني كان حسين فيصل. حسين فيصل عمل، طب يجيب لنا عشان حسين فيصل برضو اشرح لنا من خلال، هات لنا كمان التشكيل، عشان كمان حسين بصراحه عمل دبل بوزيشن، بمعنى انه كان بيلعب 8، كان بيلعب في الحاله الدفاعيه بنشوفه كتير قوي بيغطي ناحيه اليمين ناحيه زيزو، وكمان بيأدي رقم 10 واحرز هدف اكتر من رائع نتيجه هذا التقدم. ده حسين فيصل في على الورق على التشكيل. ده طبعا يعني ده مش متوقع، ده مباراه السودان. حسين فيصل خلينا نتحرك في الحاله الهجوميه، كان بيخش بشكل كبير جدا في العمق كانه بيلعب 10 او 9 ونص كمان، مع دخول زيزو للداخل، مع دخول احمد رفعت وانطلاقات. يعني خلينا نتكلم، ده المتوقع. خلينا نجيب بس التشكيل بتاع مباراه السودان مره ثانيه يا رجاله. طيب
بص خلينا خلينا نتكلم الجزء بتاع مباراه السودان على المستوى التكتيكي. انت شفت من وجهه نظرك ان فعلا افضل طريقه للمنتخب مصر هي 4-3-3 هي الطريقه المثلى لمنتخب مصر، ولا انت شايف ان ممكن جدا 4-2-3-1 لعبنا بيها سنوات طويله جدا هي تكون الانسب في الفتره اللي جايه؟ لعبنا بيها سنوات طويله، ولكن الجمهور المصري او الشعب المصري متطلب جدا على مستوى كره القدم، وهو بيحب المتعه الكرويه وبيحب ان يشوف المنتخب المصري مستحوذ، بيحب يشوف المنتخب المصري ضاغط، وعناصر اللي موجوده في منتخب مصر هي قادره ان هي تعمل كده. يعني عناصر اللاعبين اللي ممكن كارلوس كيروش يختارها في الفترات اللي جايه هي قادره ان هي تلعب 4-3-3 اتاكينج بمثلث زي ما انت بتقول. صح، احنا رجعنا لمباراه السودان زي ما بقول ان كان حسين فيصل عنصر مهم جدا، والناس يمكن كانت بتستغرب حسين فيصل يعني اول مره مباراه دوليه، لكن ظهر بمستوى اكتر من رائع في بيلعب دبل بوزيشن. يعني دلوقتي هو في الحاله على الورق هو بيلعب جنب عمرو السوليه، لكن في الحاله الهجوميه كان بيخش بيضم القلب الملعب وبيبتدي يصنع ويبتدي بصير بيبتدي يوزع هجمات ويقطع على ال 18 ويسدد كور، وده على فكره يعني بوزيشن احنا محتاجينه جدا في المنتخب الوطني. صحيح، وخلينا نتكلم على الحاله الهجوميه لمنتخب مصر. كان طبعا دخول حسين فيصل تحت مروان حمدي كمان، لانه بيكون حلقه الوصل تقريبا بالظبط كده، كمان احمد رفعت بيبقى على الطرف قوي، واحمد فتوح على الطرف قوي، وتقدم عمر كمال لان سرعاته كبيره جدا، كان متقدم بشكل كبير لان زيزو كان بيخش لجوه، يعني كمان زيزو كان بيفضله المساحه بيخش لجوه، وبيبقى كمان احمد رفعت في بعض الاحيان ده شكل. بالمناسبه كابتن عمر كمال عبد الواحد احسن واحد يقدر يلعب تحت محمد صلاح. صحيح، هو اكتر واحد هيديله ادوار الكسندر ارنولد اللي بيلعب معاه في ليفربول. برافو عليك. وهيقدر يتقدم معاه وهيظهر بقى شكل محمد صلاح، ويمكن ده التحضير اللي بيحضره كروش بالزبط. انه بيحضر كمان على مستوى الباك يمين، لكن كمان بيتقدم حجازي كمان يعني دايما طبعا. والمباراه كانت بالنسبه لنا يمكن كانت مباراه على مستوى التكتيكي سهله. فتوح كمان كان بيتقدم لقدام بشكل كبير جدا، وعامل جبهه رائعه مع احمد رفعت، اللي احمد رفعت كمان كان من نجوم المباراه على المستوى التهديف. احمد رفعت كان لان احمد رفعت بيلعب برجليه اليمين، فدايما بيخش على جوه ويفضي المساحه لفتوح. يعني احمد رفعت يخش كمان على جوه علشان لما بيستقبل الكره بيخش على جوه، بيخلي مساحه لاحمد فتوح. حسين فيصل بيتقدم، مروان موجود في ال 18، زيزو موجود في ال 18، مكمل عمر كمال عبد الواحد من ناحيه اليمين، واللي كان كمان على فكره كان ايمن ساعات بيتقدم شويه وعمرو السوليه، فيبقى عندنا كثافه عدديه بشكل كبير جدا. طبعا حمدي الونش وحجازي كمان كانوا بيتقدموا، فده كان الشكل الهجومي اللي الناس اتفرجت عليه، واللي انت قلت عليه يا عمر انه بيديك استحواذ كمان، يعني بيديك استحواذ بشكل كبير، ضغط عالي واسترجاع سريع للكوره من خلال الضغط بثلاث لعيبه على الكوره، ان هم يستخلصوا الكوره في اسرع وقت، وان انت تقدر تخلي خصمك فقد الامل ان هو يقدر يطلع بالكوره. يعني شفنا حتى الشناوي في المؤتمر الصحفي من شويه بيقول يعني اتمنى ان ماتش الجزائر يكون زي ماتش السودان ولبنان، ما جاتليش ولا كوره على الجول. طيب نيجي بقى لمباراه الجزائر وازاي هيلعب كروش، لان زي ما بقول لك كان اختلاف في التشكيل في مباراه لبنان والسودان. تفتكر كروش هيلعب بكره ازاي؟ تفتكر هيلعب بنفس العناصر اللي نهى بيها المباراه اللي فاتت؟ هيدخل عناصر جديده؟ هنشوف ايمن اشرف يا ترى في ناحيه كسيرد باك، او هيكون على دكه البدلاء؟ انت تتوقع ايه سيناريو تشكيله المنتخب؟ اعتقد الشخصي ان هو هيلعب بالعناصر الاساسيه. ايوه، احنا لغايه دلوقتي ما نعرفش الاساسيه مين. الاساسيه اللي هو اكرم توفيق، حجازي، الونش، فتوح، وقدامهم عمرو السوليه هيبقى عنده مشكله، وحمدي فتحي هيبقى عنده مشكله في قفشه، ممكن يحط مكانه يا زيزو يا حسين فيصل. وعلى الجناب يعني لو حط زيزو هنا يبقى مصطفى فتحي واحمد رفعت ومحمد شريف. احمد رفعت. طب نحط التشكيل المتوقع او السيناريو الاول المتوقع لكروش في مباراه بكره. يعني عمر بيتكلم على عناصر اساسيه، بنتكلم محمد الشناوي في حراسه المرمى، رباعي خط الدفاع، اكرم توفيق، حجازي، الونش، وفتوح. ده طبيعي. عمرو السوليه اكيد هيكون موجود، حمدي فتحي ان شاء الله هيكون موجود، حسين فيصل طبعا قدم مباراه رائعه. هل هو حسين فيصل يكون موجود او يكون زيزو هو اللي يخش في نص الملعب ويكون متواجد طبعا مثلا مصطفى فتحي ناحيه الشمال، او هو هيأمن الاول بحسين فيصل لان عنده مجهود كبير جدا، فممكن جدا يأمن الحاله الدفاعيه. ف
في الحاله الدفاعيه لمنتخب مصر، يعني بيرجع في الحاله الدفاعيه بشكل ازرق. ده التخيل مثلث مقلوب، يعني خلى عمرو السوليه وحسين فيصل فوق الدايره وحمدي فتحي تحتهم تحت الدايره. بالظبط بالظبط، يعني كمان ايوه هو اللي هم دول الاثنين هيزيدوا في وجود حمدي فتحي. اكرم توفيق هيبقى هيعمل طبعا جبهه مع زيزو في الحاله الهجوميه، فتوح هيعمل بالطبيعي طبعا حاله هجوميه مع احمد رفعت في تقدم كمان حجازي ومحمود حمدي الونش في الحاله الهجوميه. ده هيدينا شكل هجومي كويس، لكن السؤال هل يبدا باحمد رفعت؟ هل يبدا بمحمد شريف؟ لان احمد رفعت كمان خلينا نتكلم عامل مباراه اكتر من رائعه، جاي جون جميل جدا، هيستغل ده انه يبدا بيه، ولا نبدا بمحمد شريف كجناح ايسر ويكون معانا ورقه على الدكه احمد رفعت يكون موجود، مروان حمدي في التسعه ويحط محمد شريف يعني مروان زي ما هو، ويحط كالعاده ممكن يحط محمد شريف مكان احمد رفعت ويبقى مروان. اه انا لا هو انا من وجهه نظري ان هو يبدا بمحمد شريف، يبدا بمحمد شريف. اوكي ده احتمال عمر ان يبدا ب، تتمنى ولا تتوقع؟ اصل في فرق بين التمني والتوقع. انا اتوقع بصراحه. تتوقع يبقى هو يبقى عمر بيحط مكان مروان حمدي بنحط محمد شريف، وعلى شماله احمد رفعت، على يمينه زيزو، وطبعا وسط الملعب نتكلم في عمرو السوليه وحسين فيصل. ده طبعا على الشكل الهجومي مع تامين حمدي فتحي للجبهات، يعني لو كره من ناحيه اليمين هتلاقي حمدي ناحيه اليمين، لو كره ناحيه الشمال هنلاقي حمدي مع وجود حجازي والونش، وطبعا وراهم محمد الشناوي. وفي عند المنتخب الجزائري يعني قوه ضاربه هجوميه لبلايلي وبغداد ونجاح. طبعا عندهم مهاجمين هجامين حرفيا يعني. طب في شكل تاني برضه قدامنا او سيناريو تاني. بالظبط. محمد شريف وينج ومروان حمدي في النص زي ما لعب بيه في ماتش. انت شايف زيزو على فكره رقم 8 بيأدي بشكل هايل، يعني بنتكلم عمرو السوليه كراس يعني او نحط حمدي كمان، خلينا نحط حمدي فتحي هو اللي في الحاله يعني كراس مثلث. ايوه بالظبط، ويبقى عمرو السوليه وعمرو السوليه قدامهم على شماله وزيزو على يمينه. بالظبط كده، ويبقى مصطفى فتحي ومروان حمدي، وعندنا محمد شريف كطرف شمال. ايه رايك في التشكيله وهل متوقع ان تكون كده؟ بالظبط، هو كده حاطط زيزو هيقدر يعوضه كتير عن غياب قفشه، ومصطفى فتحي على الوينج هو مقتنع بيه تماما وخده كذا مره حتى في المباريات الرسميه في تصفيات كاس العالم في الدور الثاني. ومروان حمدي هو بدا بيه الماتشين كراس حربه مهاجم، وحتى بعد الانتقادات في الماتش الاول بدا بيه تاني علشان يقول للناس انا مقتنع بيه وعايزه، بيديله الثقه وبيديله الخبره الدوليه. ومحمد شريف بدا بيه وينج وهو عايز يطلع منه ان انا ممكن احتاجك وينج فهلاقي وينج. بالظبط، وكمان هيبقى عنده اوبشن ان حتى على مستوى التغييرات ممكن جدا ان احمد رفعت يكون موجود، ممكن جدا مروان حمدي يخرج يخش محمد شريف كراس حربه ويبقى موجود احمد رفعت من ناحيه الشمال. ان احنا بنتكلم عن بطوله تعتبر وديه، هي تحت الاتحاد الدولي، ولكن انت بتتكلم عن اربع خمس لعيبه على الدكه، انت بتقول ان هو ممكن مش عارف هينزل ده ولا ده، ومقتنع ان ده مستواه كويس وده مستواه كويس وده مستواه كويس. حضرتك متخيل ان احنا بنقول عندنا غياب قفشه اللي يعتبر ما فيش غيره، بس متخيلين ان في كذا بديل، والكذا بديل دول ممكن يعوضوا غيابه فعلا؟ صحيح ده دي مكسبات البطوله. ده مكسب. وعندنا مكسب بقى حقيقي في البطوله وهو عمرو السوليه. عمرو السوليه ظهر كقائد للفريق، وبنشوفه قائد في الملعب من خلال توجيهاته، قائد بره الملعب من خلال تعليماته والتزامه والتزام اللاعبين معاه، فده مكسب اضافي اعتقد من البطوله. على مستوى القياده عمرو السوليه بيقوم بدور هايل بجانب ادواره طبعا الفنيه داخل الملعب، من افضل اللعيبه على مستوى الفني وعلى مستوى القيادي. حتى في لقطه كان احمد رفعت يمكن هو كان طلب انه يشوط ضربه الجزاء، لكن في التزام واضح جدا بالتعليمات. ده اللي بيقوم بيه عمرو السوليه على مستوى القياده زي ما قال كمان. عمر كمان على مستوى التبديلات، خلاص البديل موجود. قفشه طبعا بيقوم باداء اكتر من رائع، لكن لا قدر الله لو في اصابه او ما عندنا دلوقتي حسين فيصل، عندنا اطراف بشكل كويس، احمد رفعت ظهر بشكل اكتر من رائع، عمر كمال عبد الواحد في ناحيه اليمين نستغله باك يمين، نستغله وينج يمين، فهو ده الخطه وهو دوت البلان
اللي طبعا بيتكلم فيه كروش. وان شاء الله كل توفيق لمنتخبنا بمباراه الجزائر بكره. هنروح فاصل سريع، لسه عندنا حاجات كتيره جدا معانا هنا في المحترف. اهلا بحضراتكم مره تانية في المحترف، وزي ما قلت قبل الفاصل ان شاء الله كل تمنياتنا بالتوفيق لمنتخبنا بكره امام المنتخب الجزائري. وبنقول ان كاس العرب هي بطوله تمهيديه وتحضيريه لما هو قادم من يعني منافسات وتحديات لمنتخبنا على مستوى البطوله الافريقيه والوصول لكاس العالم. ده بالنسبه لمنتخبنا، لكن على مستوى الكره العالميه وخاصه على مستوى السيريا على مستوى الدوري الايطالي، الدوري الايطالي مشتعل جدا زي ما قلت لحضراتكم، بدا في ثلاثي او رباعي، بنتكلم على الميلان، بنتكلم على الانتر، بنتكلم على نابولي، وبنتكلم على اتلانتا، لكن يبقى اليوفنتوس. اين اليوفنتوس؟ هل رحيل كريستيانو رونالدو من اليوفنتوس ادى الى انهياره على المستوى الفني؟ هل كمان خلال المشاكل الإدارية الكبيرة جدا، ويمكن الأسبوع اللي فات وصول الشرطة لمقر اليوفنتوس، ويعني في اتهامات كثيرة جدا جدا في عملية انتقال اللعيبة وطبعا غسيل الأموال وما إلى ذلك من مخالفات قانونية لليوفنتوس؟ علشان كده هيكون معانا عبر سكايب الرئيس المركز الإعلامي في اليوفنتوس، طبعا صحفي شهير جدا على المستوى الكرة الإيطالية، أنطونيو رومانو. أنطونيو رومانو طبعا صحفي شهير جدا في الكرة الإيطالية وكمان موجود في المركز الإعلامي لليوفنتوس. بنرحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. Buonasera, الجميع. شرف لي التواجد على قناة النادي الأهلي. تحية لجميع الموجودين في الاستوديو ولجماهير النادي الأهلي. النادي الثاني أكثر الأندية تتويجا في العالم بعد ريال مدريد. فخر لأنطونيو رومانو التواجد على هذه الشاشة، وتحية لجميع النادي الأهلي، وأتمنى غدا حظ سعيد للمنتخب المصري لمباراته غدا امام الجزائر. سعداء بوجودك معانا، لكن كمان كان خلال يمكن ساعة من دلوقتي كان في خبر عاجل، كمان كنا بنتكلم على اليوفنتوس، ولكن كمان في خبر عاجل عن القبض على رئيس نادي السامدوريا الايطالي لاتهامه في غسيل اموال و يعني امور غير قانونية، يمكن تكون لغاية دلوقتي خارج النادي، لكن عايز اسألك عن صحة هذا الخبر. كما تعلمون لست مختص بأخبار نادي سامبدوريا وأخبار ماسيمو فيريرو، لكن إذا ما تحدثنا عن هذا الحدث هو خبر عاجل هز إيطاليا وهز الاتحاد الإيطالي وهز الكرة الإيطالية. أنا في بيان رسمي منذ قليل نادي سامبدوريا أعلن أن رئيس النادي ماسيمو فيريرو تم إقالته أو استقالته من منصبه بعد ساعات من اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم مؤسسية وإفلاس بعد تحقيق أجراء المدعي العام في منطقة كالابريا في جنوب إيطاليا. تم اقتحام مكتب ماسيمو فيريرو وتم القبض عليه، ويجب أن نعرف أن سامبدوريا نادي عظيم لديه تاريخ، وماسيمو فيريرو شخص يمثل نفسه. سامبدوريا كنادي إيطالي ليس متورط في هذه الأشياء، ولكن القبض على ماسيمو فيريرو يختص به ماسيمو فيريرو، ويجب أن نفصل هذا الأمر، لكن قد يؤثر بالطبع على مستوى نادي سامبدوريا في الدوري الإيطالي وعلى سمعة الجماهير في الوسط الإيطالي. ماسيمو فيريرو هناك اتهامات عديدة، هو وستة من أعضاء شركاته في قضايا غسيل أموال وأشياء كثيرة سوف تكشف عنها، ولكن عاجل لقناة النادي الأهلي، ماسيمو فيريرو لن يغادر السجن، هو الآن داخل السجن. طيب على مستوى اليوفنتوس، وانت طبعا موجود في المركز الإعلامي النادي كبير اليوفنتوس، أيضا تشرح لنا يعني ما أثير من خلال طبعا دخول الشرطة لنادي اليوفنتوس والتفتيش والقبض على بعض مسؤولي اليوفنتوس لإجراء التحقيقات معهم في ملف، طبعا ملف فساد، ملف يعني التلاعب في انتقال بعض اللاعبين على مستوى الأندية، طبعا ارتباط نادي برشلونة والمان سيتي بهذه يعني البلاغات. اشرح لنا أكتر، وصلت القضية لفين؟
بالنسبة ليوفنتوس منذ أيام أو منذ أسابيع للأسف يوم بعد آخر الأمور تتضخم ضد اليوفي وضد جماهير اليوفي في أشياء تخص سمعة النادي في تورينو. والنادي اليوفي لديه سمعة كبيرة ولديه خبرة كبيرة. للأسف أتمنى من الصحفيين وأتمنى من الجميع عدم الزج دائما باسم رئيس النادي أندريا أنييلي في هذه الأشياء. كل ما حدث أن الشرطة الإيطالية اقتحمت مكتب يوفنتوس من أجل التحقيق معه بقضية التلاعب المالي. أنييلي وإدارة يوفنتوس في قضية فساد جديدة. إدارة يوفنتوس دفعت أموال لأندية سامبدوريا وأودينيزي وبولونيا وجينوا لشراء لاعبين يوفنتوس بقيمة عالية حتى يستطيع أنييلي أن يساوي عجز الميزانية. هذا ما قاله الاتحاد الإيطالي. هناك بعض الأشياء بعضها حقيقي والبعض الآخر في إيطاليا ما زالت التحقيقات قائمة وما زال أندريا أنييلي وبافن نيدفيد وستة من أعضاء مجلس إدارة نادي اليوفي. لكن لماذا لم تتحدث عن جينوا وبولونيا ومانشستر سيتي وبرشلونة؟ لأنهم أيضا تم توجيه الاتهام لهم في هذه الأشياء وبيع بعض وشراء بعض اللاعبين. لكن ليس شيء جيد من الصحفيين وبعض وسائل الإعلام الأجنبية والغربية أن يتم الحديث عن اليوفي بهذه الطريقة أن هناك كالشيبولي وهناك فساد مالي كبير. يجب أن نقول أن هناك بعض الشبهات ونحن نحترم القضاء الإيطالي. أكيد ما فيش شك طبعا. ويعني الناس يمكن الدوري الإيطالي وخاصة اليوفنتوس يعني ليه جماهير في كل العالم مش في إيطاليا بس. اليوفنتوس نادي كبير جدا جدا على مستوى العالم وعلى مستوى الكرة الإيطالية. لكن خليني أسألك عن النواحي الفنية كرة القدم الإيطالية، وعايز أسألك عن حظوظ المنتخب الإيطالي للوصول لكأس العالم 2022، وطبعا حالة من يعني مش من الغضب ولكن من القلق داخل طبعا الكرة الإيطالية من يعني الكرة ومن طبعا الملحق الأوروبي والتصادم مع منتخب كبير زي البرتغال. شايف هل قادر المنتخب الإيطالي أن يعود مرة أخرى بعد غيابه طبعا عن كأس العالم 2018 يعود مرة تانية لكأس العالم 2022؟ كما تعتقد أنت كمقدم برامج وكمشاهد لإيطاليا وروبرتو مانسيني وتابعت الأمم الأوروبية وأنت شعب لديه شغف بكرة القدم الإيطالية. كرة القدم بها جميع الأشياء. المنتخب الإيطالي عدم تأهله ستكون فضيحة ستهز الاتحاد الإيطالي والكرة الإيطالية. أن هناك شيء هام جدا الذي يجب ان يحدث. الاول يجب ان ايطاليا تتخطى المباراه الاولى امام مقدونيا، ثم ستواجه البرتغال. نحن لدينا العديد من الابطال الايطاليين وقد مرينا بهذه الظروف، لكن اتمنى مواجهه البرتغال لنثبت للجميع اننا اقوى فريق في اوروبا وان ايطاليا استحقت الأمم الأوروبية. لكن إذا لم تتأهل إيطاليا إلى كأس العالم ستكون الاتهامات عديدة، وسيتم توجه الاتهام الأول لروبرتو مانشيني. وروبرتو مانشيني تحدث اليوم أيضا في وسائل الإعلام بأن أهم شيء يركز عليه روبرتو مانشيني هو أن يتأهل مع إيطاليا لكأس العالم. لأننا سمعنا الآن أن الإعلام يحاول أن يقلل من روبرتو مانسيني وأن روبرتو مانسيني قد يغادر المنتخب الإيطالي أن يتوجه إلى إنجلترا. لكن نحن واثقون في روبرتو مانشيني وواثقون في اللاعبين. كل التمنيات وكل التحية طبعا، ونتمنى التوفيق للمنتخب الإيطالي ونشوفه في كأس العالم. وكمان كل الشكر ليك أنطونيو طبعا الصحفي الشهير وفي المركز الإعلامي لفريق اليوفنتوس. فاصل سريع ونرجع مرة تانية مع حضراتكم. أهلا بحضراتكم مرة تانية. عمر برحب بيك مرة تانية. معلش احنا حلقتنا خلصت بسرعة، لكن قبل ما نختم معاك عايز اروح للدوري الانجليزي، خاصة مباراة المان يونايتد مع كريستال بالاس وفوز مهم جدا للمان يونايتد 1-0
والإدارة الفنية لمدرب ألماني جديد في البريمير ليج رالف رانجن. شفت المباراة إزاي وتقول لنا إيه على رالف نفسه كمدير فني ألماني يضاف طبعا يورجن كلوب وتوخيل؟ بالضبط، يعني زي ما حضرتك بتقول تقريبا الإدارة الألمانية أو الإدارة الفنية الألمانية أصبحت حاليا مسيطرة على العالم. رانجنيك كان احد المرشحين لتولي فريق برشلونه قبل تشافي. خلينا نتكلم عن مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد في الماتش ده استخلص الكوره من ملعب الخصم 12 مره. رونالدو استخلص الكوره من ملعب الخصم 3 مرات. الاحصائيه دي على رونالدو حصلت في 11 مباراه قبل المباراه دي. يعني تخيل الضغط اللي رانجنيك خلى الفريق يعمله من الثلث الاخير للملعب، وهو ده اسلوب لعب رانجنيك. خلينا لو نتكلم عنه، فلسفه رانجنيك بتتلخص في حاجه معينه، وهي تصريح قاله قبل كده، اذا كنت تريد اللعب بشكل سريع فابدا تطوير عقول اللاعبين على السرعه، مش تطوير اقدامهم او كده. رانجنيك بدا مشواره مع شتوتغارت في 98، واعتقد حضرتك لحياته كنت في بريمن. صحيح بالظبط. وهو اللي كان طلع احمد صلاح حسني من الفريق الرديف وخلاه في الفريق الاول ودربه 3 سنين. وبعديها طبعا احمد صلاح حسني نجم النادي الاهلي السابق والمحترف، وحاليا نجم بقى في الافلام والتمثيل يعني. ومشي من شتوتغارت بعدها، بعد كده درب هانوفر، بعد كده شالكا، وبعد رحيل تفتكر هيقدر في الفتره اللي جايه رغم ابتعاد شويه طبعا المان يونايتد دلوقتي عن تنافس حتى على المقاعد المؤهله لبطولات اوروبا، هل تعتقد الموسم لسه او الجزء الثاني من الموسم انه قادر انه بيرجع تاني للمان يونايتد؟ يعني رانجنيك بيعتبر واحد من خبراء التدريب، مش بس مدرب كويس في المانيا، واعتقد ان هو بالخيارات اللي عنده وباسلوب لعبه اللي هو 4-2-2-2 ده بيظهر بيه بشكل كويس جدا من خلال اللعيبه اللي بيستخدمها. مانشستر يونايتد عنده سكواد كامل وسكواد كبير يقدر بيه ان هو يكون في مركز احسن من اللي هو فيه دلوقتي. ورانجنيك من يعني المديرين الرياضيين الكويسين قوي في العالم، يعني صحيح. اعتقد استمراره مع مانشستر يونايتد سيكون على مستوى المدير الرياضي مش بس المدير الفني من الموسم المقبل. فهو اعتقد الشخصي يعني هو عملها كمان مع سالزبورج ولايبزيج اكتر من مره ان هو يكون مدير فني لمرحله انتقاليه ثم استشاري رياضي. بالظبط، مدير رياضي. عمر بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا ودايما متالق معانا. ربنا يخليك كابتن، انا بشكرك واتمنى اكون ضيف خفيف على متابعين قناه الاهلي ومشاهدينهم وجمهورهم. ويعني كويس ان احنا الحلقه خلصت بس عندنا كلام كتير ممكن نقوله ان شاء الله في حلقات جايه. ان شاء الله تكون ضيفنا، ويعني دايما بتنورنا وبتسعدنا. شكرا جزيلا. شكرا لحضراتكم، دي كانت نهايه حلقتنا النهارده. يوم الخميس ان شاء الله في نفس الميعاد 7:30، ويوم جديد وحلقه جديده من المحترف.